انا جيت على ديزني لاند اصلا عشان احضر العرض تبع النيو يير تبع راس السنه بس. هاي جايز من ديزني لاند. هذا المحل لقيته عم بيعمل دونات على شكل ميكي. ليكو شكلهم قد ايه بشهي، وفي عندهم هدول الاشياء كمان شكلهم حلو. جبت هاي الدونات اللي على شكل ميكي، ليكو ما احلاها. في هدول الاثنين الكاركتر بس، ليكو العجقة لحتى تصوروا معاهن. ما بيكونوا هيك ماشيين بالشارع وبتتصوروا معاهم، بيكون في هيك حاطين مكان توقفوا بالطابور لحتى تتصوروا معاهم، والطابور دايما طويل وبخوف. جايبين كاركتر كابتن جاك عشان العالم تتصور معاه هي هناك. جيت اخذ استراحة محارب ولقيتهم ببيعوا هذا الاشي زي وافل بس على شكل ميكي وبحطوا عليه نوتيلا ومارشميلو، فما بعرف كيف رح ناكله بس الظاهر انه بايدينا. شكله ما كتير مبين لانه مغطي بالنوتيلا بس هي على شكل ميكي. اوكي ما رح تبين. خلينا نشوف الطعم. لانه سنة ديزني ال 30 فبحطوا هذا الاشي مع كل اشي بتطلبوه. 30 years of magic. بس هاي الاشي ما سيء. تم النسب بنجاح. خلينا نروح على اللي بعده. في هذا كمان من علاء الدين هون حاطينه عشان العالم تتصور معاه. والله كثير مهضوم. كنت مرقة بأمان الله ولقيتن عاملين عرض على الكريب وما عم بيطلع مشروب، فحكيت لازم نجرب الكريب ولازم نجرب الهوت شوكليت تبعيتن، فخلينا أول شي نجرب الكريب. قد ما أكلت اليوم أشياء فيها شوكولاتة مستوى السكر ارتفع عندي بس عن جد بتستاهل. خلينا نجرب الهوت شوكليت. وحبيت إنه حاطين على الكاس رقم 30، هو ال 30 أنيفرساري. ليكو احلاهن. ليكو في هون كل شخصيات باز يطير. انا اكثر شيء كنت احب هاي البطاطا هو ومرته بس مش موجودين هون، بس هذوك اكثر اثنين بضحكوا. الى اللانهائية وما بعدها. لقيت ميكي بس نايم وميني كمان. وليكو كل الالفات اللي موجوده هون. وفي هون اشياء خاصه بسندريلا، وهذا بس لو اكبر بنت بكون جبته، بس لو بنت صغير. واو ليكو هذا البط ما احلاه، ليه بس للصغار؟ ليكو هدول ما احلاهن. ليكو هدول الفناجين قد ايه كثير كيوت. في كثير فناجين ثانيه بس هذا احلى واحد، هذا انا بس افيق الصبح. واو هذا الفنجان تبع فروزن كمان كتير حلو. ليكو هذا كمان الفنجان قديه حلو وكيوت، انا فكرت الاول شي ثلاثة قام طلع واحد. كتير حبيت. كنت عم بدور على هدول الماجنت عشان اعمل الكولكشن تبعيتي، لقيت هاي تبعيت ميكي ماوس كتير حلوة. في هاي مكتوب عليها ديزني لاند باريس بس هذا ميكي كتير حلو. حرفيا فوتت بالصدفة على هذا المحل وكانت احلى صدفة عن جد. حبيت كل اشي عندي، كل اشي عندي كثير حلو. رح يصير في هلا عرض فانا اخذت موقع عشان نحضر العرض. هلا رح يجوا من هون فهن عم ببعدوا العالم عشان يقدروا يمرقوا.
العرض تبع الاضواء والفتاش ببلش على الساعة 6 صارت 5:30 فرح اروح عند القلعة عشان نحضر العرض. And now Disney Delight. Now we invite you to dream bigger, smile wider, and laugh louder. Together, let's make the future brighter than ever. The magic, it's just begun. هذا حرفياً كان أحلى عرض بحضر بحياتي، كان كتير رائع. بس أنا جيت على ديزني لاند أصلاً عشان أحضر العرض تبع النيو يير تبع رأس السنة، بس هلأ اكتشفت لرأس السنة في إلى بطاقة مختلفة عن التيكت تبع إنه الفوت على ديزني لاند، وأنا ما حجزتها وصارت سولد أوت. فشكلي رح أغير الخطة وأقضي رأس السنة بمطرح تاني لأنه عم بيطلعوا العالم كلياتها. عم بتشتي تلج. واو تخيل بس قديش الموضوع فانسي. رايح عشان اخذ تيكت عشان ارجع اطلع بالمترو لارجع على نص باريس، ولا قالوا انه اليوم التيكتات ببلاش فيكم تطلع باي مترو بدكم اياه اي مواصلات. بما انه ما عاد فيني احتفل براس السنه بديزني لاند فقررت اغير الخطه واجي عند برج ايفل نحتفل براس السنه. وهديك السنه على فكره كمان اجيت لهون واحتفلت براس السنه، رح احط لكم الفيديو هون، روح احضروه من بعد ما تخلصوا هذا الفيديو. فشكلي كل سنه رح اجي لهون واحتفل براس السنه لانه هاي المدينه فيها سحر هيك غريب بشدك بخليك تيجي لهون كل سنه. حكوا البوليس انه ما رح يكون في العاب ناريه عند برج ايفل بس رح يكون في عند الارك. فقلت كنوع من التغيير لانه هذيك السنه كنت عند برج ايفل خلينا نروح عند هذا الارك. هون بالشارع لحتى تفوتوا عند الارك مليانه بوليس وفي تفتيش وممنوع كحول وبفتشوكوا الشناتي، يعني في تفتيش تفتيش يعني على المظبوط. كنت متردده اذا اجي لهون ولا اضلني عند برج ايفل، بس منيح اني غيرت رايي واجيت هون كثير احلى. ليكوا الاجواء
هابي نيو يير ان شاء الله يا رب سنة 2023 بتكون سنة كتير حلوة عليكم وتحققوا كل اشي بدكم اياه. اكيد رح اشوفكم السنة الجاي. باي.